ان شاء الله شباب نكمل مع بعض قراية الماتيريال. هنقرا رقم ترانزاكشن رقم 9، ريسيت يعني انا جاي لي فلوس، ريسيت اوف كاش اون اكاونت، انا جاي لي فلوس اللي كانت على الحساب. سوفت بايت ريسيف، انا جاي لي فلوس اهو 600 او ان كاش فروم كاستمرز هو هاد بين بيلد فور سيرفيس، عن الفاتوره اللي كنت انا باعت له فاتوره قبل كده، اللي دفع 1600 تقريبا او 1500 وكان عليه 2000 دولار، ده جاب من ال 2000 دولار اللي عليه 600 دولار. هنا في ترانزاكشن رقم 6 ترانزاكشن 9 doesn't change total assets but it change the composition، ما هي ما غيرتش في التوتال اسيتس حاجه، التوتال اسيتس زي ما هي، لكن التحويل من الكاش للاكونت ريسيفبل، الاكونت ريسيفبل قل والكاش زاد ب 600، فهنا حصل كومبوزيشن في الاسيتس بس، تغيير في الاصول بس، لكن التوتال زي ما هو زي الاونرز ايكويتي واللايبيليتي بالظبط، نفس التوتال ما تاثرش باي حاجه.